حسيتش بدرجة من المغامرة وانت رايح لتنظيم بقاله اسبوعين؟ يعني الواحد لو راح لشركة بيتعامل معاها بقالها اسبوعين، محل بقالة بقاله اسبوعين، مش واثق قوي في بضاعته، في حاجته، في سمعته. تنظيم وخارج حدود بلادك ومسلح في دولة اخرى وعلى صدام مع جبهة النصرة ومع نظام بشار الاسد ومع قوى اقليمية محيطة، مش حاسس ان المسألة فيها قدر ضخم من المغامرة؟ هسميها المغامرة. هي الحياة كلها مغامرات ومخاطرات، يعني هي أنا أعتبر الحياة كلها عبارة عن مخاطر. حتى لو أنت فقط تمشي في الشارع في وسط كل أي سيارة تصيبك بحادث، هي الحياة كلها مخاطر. طبعا روح الشباب تساعدك تدفعك. أنت لسه شاب، عندك 40 سنة. طب أكتر من مرة في حوارنا دوت بتشير إلى روح الشباب، موضع الشباب. هل في كهولة غازت روحك أو حسيت إنك كبرت في السن أو يعني شبت؟ كتير. ما الذي شيبك؟ سأتيك بالأخبار لم تزود خلال يعني لم تزودي خلال يعني الكلام، لأن الكلام واسع بصراحة. لأن أنت تقول ما الذي شيبك، يعني الأحداث عظيمة جدا فيما سيلي.